رئيس مجلس القيادة الرئاسي يهني بذكرى استقلال باكستان. اللي واعد روس الزبيدي يثمن دور مملكة السويد في دعم جهود إحلال السلام في بلادنا ويدعو الحكومة لتكريس جهودها وطاقاتها لانتشال وضع الخدمات. إجراءات عاجلة للتسريع باستئناف مشروع أبراج الكهرباء بوادي حضرموت. محافظ حضرموت يرعى التوقيع على اتفاقية تسليم المنطقة الصناعية بالشحر ويوجه بمشروع عام لتحسين الخدمات بهيئة ابن سينا. اغتيال الضابط المكلف بالتحقيق في واقعة اغتيال مسؤول ببرنامج الأغذية بتعز.